السلام عليكم ورحمة الله. اليوم كتبت أسئلة اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط، الشهر الأول، يونت 1 فقط، يعني أسئلة فقط يونت الأول. هذه القطعة الخارجية. نعم، القطعة الخارجية شو تقول؟ تقول started before breakfast and the weather was good. نحن قبل أن نبدأ بالفطور كان الجو جيد. There were 4 people in the car. وأربع ناس موجودين في السيارة، يعني 4 أشخاص موجودين بالسيارة. They are all my family. وهم عائلتي. There were many cars on the roads. My father drove the car. ونقول الكثير من السيارات موجودات في الطريق. عندما كان والدي my father drove عندما كان والدي يقود يسوق السيارة. We went to Baghdad. نحن ذهبنا إلى بغداد. And we took our lunch. ويعني أخذنا غدانا with us معنا. The car ran well and we returned home. ورجعنا إلى البيت ورجعنا home in the afternoon. ورجعنا إلى البيت في المساء. Finally, we are happy after the picnic. وكنا سعداء في تلك الرحلة. يلا عين خلينا نجاوب على الأسئلة. No answer. True or false. They were 4 people in the train. يعني هم كانوا 4 أشخاص موجودون بالقطار. train قطار وإحنا قلنا سيارة car. فش نخلي false. هذا فولس. اثنين، they went to Baghdad. نحن ذهبنا إلى بغداد. صح. true. they were unhappy. نحن كنا غير سعداء. لا، كانوا سعداء. قلنا happy هي تشوف unhappy. false. the weather was bad. الطقس كان سيء. لا، كان جيد. واو، هذا good. ماما هذا good جيد، هنا قال bad سيء. إذا شو نقول؟ true false. زين، بعد شنو عندنا؟ النقطة الخامسة، يقول the start the picnic before the furrow. يقول لك هذا the start before breakfast. breakfast يعني يقول لك نحن قبل أن نبدأ بالفطور. break يعني الفراغات. شكتب الفراغ فطور. break fast من جبته من هذه النقطة. اوكي، زين، بعد شنو عندنا؟ اعتقد نقطة سادسة عندنا. اي تمام، النقطة السادسة شو يقول؟ يقول there were many cars on the road. النقطة السادسة يقول كثير من السيارات موجودات في الطريق. اي true. السؤال الثاني، answer the question using information from هذه textbook، يعني قصص الكتاب. هذه قطعة كارين. What does كارين like to eat؟ ماذا كانت تحب كارين؟ كانت تحب السمك. fish تكتبون fish أو تكتبون وحدها تكتبون أو تقولون she likes to eat fish. did the boys enjoy the film؟ هل كانوا مستمتعين؟ هاي قطعة تحمل مستمتعين بالفيلم. يقول لك answer يعني جاوب. أقول له no، ما كانوا مستمتعين بالفيلم. كانوا الفيلم يعني راحوا للسينما. كانوا الفيلم مملين وبعدين راحوا يتمشون جوا الشجرة. فنقول no they don't. And it أحمد get فيصل house it. أحمد ذهب إلى بيت فيصل. يعني نقول وصل ساعتين تقريبا ونص. أي صح. where does Karen come from؟ من أتت كارين؟ من أستراليا.
كارين من أستراليا. يقول he comes for from أستراليا. قلت لكم يا أما تقولون بس أستراليا أو تقولون she comes from أستراليا. نعم. Who is John؟ منو جان صديقة كارين؟ نقول she is كارين. نقول friends. She is Karen's ستملك friend. تمام خل نعدل الورقة. أوكي يلا هسه الجرامر اللي هو القواعد. يلا يعني يقول لك I watch interesting film last. شوفوا من كلمة last night الwatch شو سوي لها؟ فقط أضيف لها إيدي. شلون عرفتها؟ لأن عدي أولا ماضي بسيط إضافة إيدي، وعدي يقول لك correct صحيح، وعدي جملة مثبت لا بيها نوت ولا بيها استفهام. إذا أخلي watch. نعم I like دائما اللايك بدون ما تكملون رأسا أم الآي إن جي. دائما اللايك تأخذ آي إن جي. زين weekend friends you هذه reorder يعني ترتبون. شلون نرتب؟ نقول أولا العلامة استفهام، أقول do يعني الفعل المساعد، أقول do you visit your friends at the weekend. وخلي علامة استفهام. تمام زين أساعدنا. سامي goes to school late. نقول she use never. هذني ظروف التكرار، فأخلي سامي وخلي never. سامي never لأن هي وراء الفاعل يجي، ونخلي هذه الجملة تنزل نفس ما هي. The jetta الفهود is beautiful is very fast but لا أنت. الفهود هي جميلة ولكن هي جدا سريعة. فالجملة الأولى أنزلها نفس ما هي، نقول the jetta يقول استخدم أنت لو بات is. طبعا الباتس ما استخدمها لان ما بيها نوت، لو كان بيها didn't كان خلينا بات. اذا اقول the jetta is a beautiful and هذا اللي نحذفن very fast من اداة الربط وخلي نقطة. زين هسه شنو عندنا؟ هنا سميرة lost her watch yesterday. سميرة هي ضيعت ساعتها البارحة. So I think this watch is her لو hers. لا hers. The dog ran but continuous الماضي المستمر إضافة was where زائد فعل ing. فش نقول؟ نقول the dog was لأن هذا فاعل مفرد was running. نضاعف الحرف الأخير ونضيف ing. تمام زين يلا هسه هاي هذه المفردات. يقول لك my brother cooked dinner last night and it was my brother يعني أخي طبخ العشاء الليلة الماضية وكان العشاء لذيذ. نخلي delicious. نعم يقول لك أجيتها كان ران الفهود كانت تستطيع الركض 110 كيلومتر بالساعة. شو نقول؟ فانتاستيك هذا جميل.
I saw accident to my to school. أنا رأيت نقول حادث مرعب أو مخيف. شو نقول؟ نقول horrible. أو Arabian horse الأحصنة العربية هي lovely. جاي محبة للحيوانات. The some countries young children have to يعني يقول لك بعض ها بعض الأطفال بعض في بلدان العالم يعني بعض الأقطار وبعض البلدان الأطفال كانوا يشتغلون وهذا شيء يعني شو نقول يعني شيء كريه شيء كريه شو نخليه الشيء الكريم خليه تربط تربط نعم نعم هسه خلصنا هذا هنا عندنا السبيلينج سبيلينج هنا كلمات لوفلي هذا شوفوا لوفلي اللي هي هذه محلولة نقول اللوفلي وهنا تريبل تريبل يعني نخلي ار ار دو دوينج ران رانينج نضاعف الحرف الأخير ونضيف اي ان جي زين انشنت فيري اولد برايت هذه البرايت نقول فيري نيو فيري new جدا جديد happen happened come هذه الماضي شاذ نقول come ماضي البسيط I may he his did not didn't was not wasn't اختصار punctuation نقول does علي live in بصرة وخلي علامة استفهام تمام هسه بقالنا آخر السؤال هو ال شو يسموها ال هذا القصص الكتاب ستوري تايم يلا يعني القصص الكتاب يقول لك وين the narrator where bit the swift هذا الطائر الخطاف didn't move true or false يقول لك الراوي عندما فك الرباط كان يتحرك لم يتحرك لو شنو لا نقول false كان يتحرك لحظة لا ترو نعم هذا صح هذا الإجابة الصحيحة ترو didn't move كان لا يتحرك زين soft like places with little noise يقول لك كان يعني بمكان ضوضاء لا كان بمكان نقول force كان بمكان هادئ نعم هسه عندنا هو الستوري يعني ماذا كان تتحدث القصة عن شنو نقول the story is about عن طار الخطاف سويفت هنا the narrator wanted to build a film يعني يقول لك نخلي فورس هذا هو الكاتب كان wanted يريد أن الطائر يطير false who are character the story من الشخصيات بالقصة الشخصيات بالقصة نقول الراوي كان narrator moms narrator هذه نعم زين هسه عندنا اخر شيء هنا هذه
القصة عن الإنشاء عن كارين. write letter to كارين.